على السوشيال ميديا. طب يلا بينا السوشيال ميديا مع كابتن عماد منا. رندا، مساء الخير يا ملك الاعلام، وبمسي على الخلوق عماد النحاس. سؤالي هو من وجهه نظر فنيه، هل تعتبر تغيير مراكز بعض اللاعبين لتنفيذ استراتيجيه معينه مغامره غير مضمونه، خصوصا لما تكون مع اكثر من لاعب؟ سؤال حلو. مع اكثر من لاعب؟ يعني بتغير المركز ده، بتحطه في اليمين وده بتحطه في الشمال. لو هيفيد طريقه اللعب وهيأدي، يعني اكرم بيلعب في نص الملعب كويس، يلعب باك رايت، مفيش مشكله. هو باك رايت بيلعب في نص الملعب كويس، مفيش فيها مشكله. لكن الناس قصدها برضو امام عاشورتهم جاي مودي ناحيه الشمال مثلا. امام كان برضو امام هو جناح برضو في الاصل، بس يعني لما يسيبها، لكن بدل في وجود حسين وفي وجود ممكن بدلها تضعف يبقى بلاش. ما ينفعش اضعف خطين، ماشي، لكن ممكن ادي قوه الخطين طبعا. ماشي. يلا ام محمد، منور قناه الاهلي يا كابتن عماد. الاهلي يعمل ايه عشان يكسب مباراه بكره؟ ان شاء الله. وراي حارس الاهلي برضو، والتشكيل امس، راي حارس الاهلي اللي هو انا ولا البرنامج؟ ما انا مش عارف. هو انت محمد وعامل باسم الوالده يعني. المهم، الاهلي يعمل ايه عشان يكسب؟ تشكيل امس قلناه تقريبا. طبعا. نعم. استثمار الفرص والاخطاء ده مهم جدا. برضو وانت بتفكر في المكسب، ازاي تقدر تحافظ على شباكنا تكون نظيفه، اهم حاجه، اهم شيء طبعا الحفاظ على نظيفة عشان نعرف نكسب ان شاء الله. اللي بعد، هبه سيد، مساء الخير يا كابتن شوبير، تحياتي لحضرتك. سؤالي للكابتن الخلوق عماد النحاس، توقعاته لمباراه الاهلي امام العين، وهل لو تعرض عليه اي منصب في النادي الاهلي هيكون ايه موقفه؟ الراجل قال انا موافق. توقعاتك؟ بتمنى طبعا ان شاء الله فوز النادي الاهلي. نتمنى، كلنا نتمنى ان شاء الله. توقعاتك انت ايه هبه؟ توقعاتكم انتوا ايه؟ ما هو ده مهم جدا. اللي بعد، عبد الله رضوان، السلام عليكم كابتن شوبير. سؤالي للكابتن عماد، افضل ثنائي دفاعي في الموسم الجديد للنادي الاهلي، وهل الاهلي محتاج مدافعين اخرين ولا الموجودين يقدروا على استكمال الموسم؟ توقعاتك ايه للاهلي في الموسم ده؟ حلو والله. سؤال جميل طبعا. افضل ثنائي دفاعي هو حاليا اللي موجودين، رامي وياسر. يوسف ايمن شفناه في الوقت اللي لعب فيه بدايه كويسه طبعا، خاصه مع الضغط اللي هو كان فيه. لسه مستنيين طبعا، رغم ان احنا عارفين امكانيات اشرف داري، لكن يعمل ثنائيه مع مين يعني؟ انت رايك ثنائيه مع رامي ولا مع ياسر ولا بس الاصابات؟ انا بشوف ان هم الاربعه هيبقى عليهم عامل كتير. ده انا بالعكس، انا هاخد الجزء الاخير. ان ممكن ان انت تضيف مدافع خامس في ضغط المباريات اللي هيكون فيها النادي الاهلي. نعم. رودري افضل لاعب في العالم، كانت توقعات كلها فينيسيوس جونيور، لكن اخذها تسريب النهارده كان بيقول كده الصبح. رودري اصلا بيتصوروا قبلها، فبيبقى حصل تسريب، فاعتقد انه في استفتاء الفيفا بقى فينيسيوس جونيور ممكن ياخدها. طيب، استكمال توقعاتك ايه الاهلي اللي في الموسم ده؟ موسم صعب، بدا طبعا بخساره ومكسب، بطوله وبطوله. بطولة الدوري هتبقى فيها صعوبة كبيرة جدا في وجود منافسة قوية مع نادي الزمالك ونادي بيراميدز. في افريقيا برضو نفس الكلام. صحيح. فموسم مش هيبقى سهل. مش هيبقى سهل. اللي بعد، حمدي الجلادي، صح كده؟ زمان كان قلبي الدفاع منهم مساك، يملك القوة في الالتحام مع فنيات اقل، والاخر ليبرو متأخر بمقدار متر خلف المساك يمينا او يسارا حسب تحرك مهاجم المنافس، وكان هذا الليبرو ذو فنيات عالية، ما بين قوسين يعني عماد النحاس، وربما بقوة بدنية اقل. اليوم اصبح قلبي الدفاع يمتلكان قوة بدنية بفنيات اقل، ما رأيك ايهما افضل؟ والله سؤال جميل. يعني لما كنا بنلعب بليبرو زمان، يعني مثلا ايام كابتن حسن حمدي قدام كابتن مصطفى يونس او كابتن ماهر همام، اشرف قاسم مثلا، وقدامه هشام يكن، على مر التاريخ بقى عماد النحاس كان قدامك مين؟ احمد السيد وائل جمعه وشادي. نعم، شادي. سؤال كان وحش. هو انا بس هرد، يعني هاخد كوكتيل ما بين الاثنين، يعني حتى الاثنين النهارده. نعم. في العالم كله لازم يبقوا لعيبه كوره. ايوه. لو احنا بنفتقد كده، لان احنا بنفتقدها وانت بتبني من اول البراعم، وانت بتربي الولد ان مفيش خوف، وتعمل بيلد اب عادي، وتقول له ده امور سهله، وتلعب معاه، تشارك معاه حارس المرمى. الكلام ده زمان ما كانش موجود كتير. ده صحيح. لو الاثنين عندهم القوه البدنيه النهارده، تغيير مركز حراسه المرمى رقم واحد في حته الطول والارقام، متر 85، لا متر 90، لا دلوقتي بقى نفس الكلام دلوقتي كابتن شوبير، بس الناس تلاحظ بس ان لعيبه اوروبا بالكامل المدافعين بقوا اطوال بشكل ده صحيح.
متر 90 وحاجات كده ما كانتش موجوده زمان يعني. نعم. فالقوه موجوده وهتلاقي المهاره موجوده برضه. نعم. بس يعني ايه ما افضل؟ واحد متاخر شويه ولا خلاص؟ لا هو واحد، هو يقصد انا فاهم السؤال. نعم. ان هو واحد عال وواحد عضلات. يعني هو صح. هو بدماغه كده. انت كنت العقل. يعني واحد عال وواحد عضلات. وادي اللي بتمشي. هو بيقول دلوقتي الاثنين بقى اقوياء. نعم. الاثنين بقى اقوياء. لكن نعم. هو المطلوب دايما يعني دايما. بس برضه ستيل هتلاقي برضه رامي هو العقل شويه وياسر العضلات، اشرف داري العضلات. وعبد المنعم لما كان موجود برضه نفس الكلام، بدري بنون لما كان موجود كان نفس الكلام. فهي في كل خط دفاع هتلاقي كده برضه. طيب ناخد اخر سؤال. يلا. هاني احمد، السلام عليكم نظر الاعلام، سؤالي للكابتن عماد، تقييمك ايه للدقائق اللي لعبها يوسف ايمن في السوبر وتحياتي لحضرتك. ان شاء الله تكون بدايه مبشره يعني. ان شاء الله كانت مبشرة. يعني ان شاء الله يعني. و لكن لسه بدري طبعا. يوسف طبعا جاي من قطر، الدوري مختلف والتنافس هنا برده مختلف واللعب في النادي الاهلي مختلف. نعم. لكن فرصه بالنسبه له انه موجود في دفاعات النادي الاهلي، ان هو يقدم ان شاء الله اكبر مستويات ويرجع تاني نشوفه في منتخب قطر ان شاء الله.